فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النظر إلى النساء في التلفاز أو في غيره، وكذلك نظر النساء إلى الدعاة، يقول هل هذا فيه شيء؟ النظر الذي فيه شهوة محرم، أما النظر الذي للحاجة وليس فيه شهوة فلا بأس. يعني بالنسبة للمرأة تنظر إلى الرجل للحاجة لا بأس، ما هو بدون شهوة. أما الرجل فلا ينظر إلى المرأة، لا ينظر إلى المرأة السافرة، لأن هذا فيه فتنة في التلفاز وفي غيره، فيه فتنة، لا سيما وأن المرأة التي تظهر في التلفاز تكون متبرجة، ويختار أجمل ما يوجد ليفتنوا الناس من النساء، يختارون فتيات جميلات يقدمونهن على الشاشة وعلى التلفزيون لأجل أن الشيطان يؤزهم إلى هذا، فأنت لا تنظر إليها. نعم.